واخوك لا تخسره لو انه عليه تخطي 100 مرة وتمسح له خطأ، وان كان شد الحبل حاول ما تزيد، ارخيه قبل الشد ياصل منتهى، ولا تنصحه وقت الزعل ما يستفيد، اعرض عليها النصح في ساعة الراء، ولا طلب رايك عطه راي سديد، وما طلبك الراي لا تبحث خفاه، واعرف ترى قرب المنازل ما يفيد، احيانا يبدي لك شيء ما ودك تراه، لكن لا تقرب ولا تبعد بعيد، خلك على قول المثل حفت حصاه، واحفظ حبال الود حفظك للوريد اللي معلق فيه، موتك والحياة ترى الأخو مهما حصل يبدأ عظيم، وترى عيال العم ما عنهم غناء، الناس دايم ما تهاب اللي وحيد، اللي لي منه وقف محدم معه بالحالة. سلامتك حسالك.